مبروك على ولادة طفلك. أكد على نفسك تسجيل ولادته. بدون وثيقة ولادة لن يملك طفلك دليلاً على اسمه وعمره وأصوله. قد يواجه فيما بعد صعوبات في تأكيد جنسيته والتمتع بحقوق مثل الرعاية الصحية والتعليم. قد يكون أيضاً عرضة للإساءة مثل عمالة الأطفال والإتجار. تجنب هذا المستقبل لطفلك. لا تتأخر بتسجيل ولادته. لمزيد من المعلومات اذهب إلى أقرب مختار أو قلم نفوس وقم بزيارة موقعنا على anamoujoud.com. أعطي طفلك وجوداً. سجل ولادته فوراً.